عندك الكولد برو، هذه فكرتها تكون على التقطير، هذه يبغى لها 24 ساعة لين تجهز، هنا نحط فيها 300 جرام بن ويكون يبغى لها 24 ساعة لين تخلص وتجهز. عندكم هذه هنا القهوة الياباني، هذه برضو تكون على البخار وعلى التقطير، ونستعمل فيها 30 جرام بن، يعني ما يعادل 5 كاسات كابتشينو اللي هي هذه. أيوه هي هذه كلها نفس الأجهزة عندك. أيوه وعندك هذه برضو هنا المختصة، هذه الترينيتي، هذه تكون على الضغط وعلى التقطير، هذه نستعمل فيها 15 جرام بن، وعندنا أنواع بن طبعا، في عندنا أكثر من نوع بن ويكون على حسب رغبة الزبون. عندك هذه هنا الكيمكس، هذه برضو تكون على التقطير، وفي هذه الفي 60، هذه تقريبا مشابهة لبعض لكن كل واحدة لها طحنة مختلفة، هذه طحنة لها طحنة وهذه لها طحنة، وهذه أنواع القهوة المختصة. وعندنا برضو